الآثار المعرفية نحن نتلمسها من خلال الروايات التي وصلت إلينا، من خلال أيضا ما ذكروا لنا من سيرته، وإن كان الذي وصل إلينا القليل، ولكن يكشف عن عمق معرفي كبير جدا، يكشف عن أن هذه المرأة كان لها أيضا منزلة علمية كبيرة جدا. هي قضية ممكن الباب الصغير الذي نفتحه، مع أنه باب صغير معرفيا نحن لا نفقه هذا المعنى، عندما قال الإمام الكاظم سلام الله عليه في حادثة إجابتها على الأسئلة، الأسئلة العلمية والفقهية، فداها أبوها. نعم. فيكفي هذا المقام. طيب، فداها أبوها. كم كان لها من العمر؟ 18 سنة حسب، كان عمرها 5 سنوات في هذه، في هذه الحادثة. نعم. هي عمرها، يقال أن كل عمرها 18 سنة. صح صح صح. بعض الروايات تقول أكثر. في هذه الحادثة عندما أجابت، يعني آتاها الله العلم صبية، وهذا دليل على ما ذكرته في أكثر من مناسبة، أن الله عز وجل، هذه من علامات الاصطفاء أكيد، لأن الله عز وجل من يصطفيهم يعلمهم من لدنه علما ومعرفة. وإلا ما الذي يعني نفسر هذه الحادثة بأن في عمر 5 سنوات تجيب عن رسائل كان المفروض الإمام المعصوم أن يجيب عنها، فأجابت عنها بدل الإمام المعصوم.